متابعينا الكرام، متابعي جريدة موقع أهل مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لايف جديد. معاكم حمادة محمد، مراسل الجريدة بمحافظة الفيوم. معانا النهاردة يعني حالة يمكن حضراتكم ما شفتهاش كتير، وهي يعني توقف النمو عند بعض الأطفال. يمكن سمعنا حالات بس ما كانتش بشكل كبير. يعني معانا النهاردة حالة طفل محمد عنده 9 شهور، نموه متوقف عنده تقريبا من 4 شهور، من عمره 4 شهور لحد دلوقتي، يعني من 5 شهور مفيش زيادة. يعني تشوفه تقول لسه عنده شهر أو شهر ونص. طبعا احنا في منزل اسرته هنعرف تفاصيل الحاله بالظبط. هم مشيوا لاكتر من دكتور واكتر من مستشفى، لكن لحد دلوقتي مش عارفين او مش قادرين يتوصلوا لحل، ونفسهم يوصلوا لحل فعلا ان هم يعالجوه. طبعا معانا والده هيكلمنا طبعا ويحكي لنا طبعا تفاصيل بالظبط. عرفنا نفسك كده واحكي لنا بقى ايه. اهلا وسهلا استاذ حمد، انا محمود يحيى من الفيوم. ابني عنده 9 شهور. اول البدايه خالص كان اول ما اتولد كان عنده مشاكل في الزور وكده، كان بيجيله نزام شرقه وفي الزور قعدت فتره، وبعد كده دخل في يعني اللي هي قله الوزن ديت، في اللي هي اللهم صل على النبي. يعني هو مشي لحد كام شهر كان طبيعي؟ قعد 4 شهور. تمام. لحد عمر 4 شهور كان بيزيد زي اي طفل. قعد بعد كده بقى الوزن يعني ما بيزيدش خالص، قليل. بدأ بقى اللي هو حكاية الترجيع والإسهال والحاجات ديت، واللي هو ما بيزيدش خالص ولا أي حاجة نهائي. بنجيب له، صرفت له لبن وجبت له لبن مخصوص، ورحت بين المستشفيات والدكاترة، دكتور متخصص في مصر وكده، دكتور متخصص في مصر وكده، يعني حاجة خصوصي من أكبر الدكاترة، يعني ما عملش معاه حاجة خالص. وقالوا لي يعني تحاليل وإشاعات، عملنا كل حاجة. أول دكتور رحت لها قالت لي اعمل له اشعه على القلب، عملنا له وطمنا على القلب الحمد لله. بعد كده يعني قعدنا معاه شويه، لقينا الوزن ما بيزيدش، موضوع الترجيع ده كان بيزيد اكتر، بدا يعمل اللي هو الوزن بتاعه بدا يقل، يعني ممكن يقل وممكن يعني الوزن يزيد، مش يعني مش ثابت خالص. يعني مره يزيد ومره بيقل. لدرجه ان انا رحت للدكتوره كان عنده 4 كيلو و600، بعدها بأسبوع رحت بعدها 4 كيلو و400. الوزن بينزل، مش يعني مش يعني ثابت. مش كمان ثابت، ده بينزل. مش ثابت. هي الدكتورة استغربت، فهي حولتنا على دكتور في مصر، حولتنا على دكتور في مصر اسمه الدكتور، اسمه اسم الدكتور مصطفى هدهد في مصر. عملنا له اشاعات اول ما اتكلمنا يعني معاه وحكينا له على اللي حصل، والاشاعات ما فيهاش حاجه، يعني اشاعات على المعده وفم المعده وكده. يعني كل التحاليل والاشاعات اللي انتوا عملتوها تمام، ما فيش اي حاجه تبين اللي هو يعني حاجه يعني ظاهر عنده تعب بتاع، ما فيش اي حاجه خالص. الاشاعات تم، الاشاعات يعني عملنا له اشاعتين، اشاعه على المعده وفم المعده دي اول حاجه. بعد كده رحنا على مستشفى ابو الريش، رحنا عشان نكشف، فبيدينا ميعاد يعني بعد 4 شهور. كنا عندهم في شهر 7، حطلنا لحد الكشف يعني في شهر 11، يعني دي مشهور بعيد يعني. بعد كده رحنا كشفنا عند دكتور غدة. تمام. فعملنا له تحاليل، والتحاليل ما اثبتتش حاجه، يعني في حاجه في الغدد. احنا مش عارفين برضو اللي هو المشكله عندكم انكم مش عارفين، اللي هو اللي عنده يعني التشخيص الصح، سواء هنا او في المستشفيات او على المعده. تمام. وعلى القلب وعلى كل. الدكتور الاول كان يعني كانت شاكه اللي هو حاجه في القلب يعني وكده، قلبه سريع كده يعني. موضوع الترجيع ده اللي ما هوش معدته مش ثابته، معدته مش ثابته معاه كده. فعملنا له اول حاجه دي الحمد لله، طمنا عليها وكده. كل حاجه التحاليل او اشاعات ما بينتناش اي حاجه خالص نهائي. فبس فاحنا مش طيب عارفين. هو بالنسبه بقى اللبن، بياخد اي نوع لبن حاليا؟ كان بياخد لبن اللي هو بنصرف له من المركز ده. قعد شويه بدا ده هو اللي تعبه اكتر، بقى زادت معاه اكتر الموضوع الترجيع والاسهال والحاجات ديت، ده يعني وقفته خالص عن النمو خالص. وبعد كده يعني رحنا رجعنا للدكتوره تاني، رجعنا يعني
بلغتنا ان احنا نجيب له لبن، لبن مخصوص يعني حساسية الألبان وكده. حاجة متخصصة، اه حاجة حاجة متخصصة متخصصة يعني. فدينا يعني بيعمل في الترجيع، ما بيزيدش خالص. ده نوع اللبن اللي هي قالت لكم عليه. اه تمام. ما لقيناش فيه اي نتيجة خالص من لحد دلوقتي مستنيين. لحد الان مش عارفين احنا وعنده حساسية البان ولا ايه اللي يعني ايه المطلوب مننا اللي احنا نعمله. كشفنا على الغدة وكل حاجة وعملنا تحت. الكشف ده لا الكشف ده لسه، ما لسه في شهر 11، لسه في شهر 11. معانا برضو جدتي طبعا معاها على طول يعني. ايوه انا متابعة معاهم ومعاهم في القصة من البداية. ايوه طبعا احنا يعني بصراحة هنا في الفيوم ما فيش دكتور أطفال سمعنا عنه وما رحنالوش، بس فكل اللي بنروح له بيدينا علاجات وبيكتب لنا إرشادات بنمشي عليها، وللأسف الشديد إن ما فيش أي نتيجة. لكن ما فيش ما خالص، هو كل اللي احنا عايزينه إن دكتور بس يشوف حالته ويشخص لنا الحالة مظبوط ويكتب لنا على العلاج المناسب ليه، بحيث ان هو يبقى وزنه طبيعي وتكون حالته طبيعية. ان كده مفيش غير الترجيع المستمر وبقاء مستمر للطفل. وطبعا والدته ممنوع عنها كل الاكل، بحيث ان هو بينزل له في اللبن برضو بيتعبه. فطبعا دي مشكلة تانية ان هي برضه عشان ترعي لازم تكون بتاكل وصحتها كويسه. طبعا ممنوع عنها الاكل، لان منعوا عنها كل الاكل، في شلة حاجات يعني يعتبر مسلوق بسيط، واي اكل بينزله في اللبن هو بيتعب. فطبعا دي مشكله تانية، لان هي عشان ترعيه وتبقى كويسه معاه لازم برضه حته الاكل دي. فكتير من الدكاتره قالوا ان هو حساسيه البان. طبعا احنا كده مشتتين ما بين ان هي حساسيه البان، ان هي غدد، ان هي سوء تغذيه. احنا كده مش عارفين المشكله فين. طب هو هي رضع طبيعي؟ اه بيرضع طبيعي. ما هي دي، ما هي دي الحته الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها. عملنا التحليل او حاجه؟ لا هي الحمد لله هي صحيا ما عندهاش حاجه خالص. كل اللي فيها ان هي منع الاكل. ليه؟ عشان خاطر حساسيه الالبان، لان هي كل ما بتاكل حاجه بتنزل له في اللبن. ما هو مشكلته ان هو بيرضع، فطبعا بناء عليه ان هي ما بتاكلش، لان اي حاجه تاكلها تنزل له في الرضاعه. طبعا هي ما بتاكلش كده كل حاجه، دي جزئيه. هو بالنسبه لي هو طبعا ما فيش غذاء، لان لبن الام يعتبر ضعيف جدا، مش عامل اي حاجه، يعتبر سوء تغذيه برضه. اي اكل بالنسبه له يكون حساس. اه فاحنا كده كل اللي احنا طالبينه دكتور مختص يرشدنا ان احنا ازاي نمشيه على نمط مظبوط للغذاء، التغذيه المظبوطه واللبن المناسب لحالته، ووالدته تمشي ازاي او يعني تتعامل معاه ازاي. هو الوزن بتاعه الوزن بتاعه تقريبا يعني متراوح ما بين 5 و5 ونص، 5 و200، 5 و150 في الحدود دي. بالنسبه لسنه في 9 شهور طبعا يعتبر ايه، قليل جدا. بالنسبه برضو ان هو يعني صحيا برضو مش اللي هي يعني مش مناسب خالص. لا طبعا اكيد. اه كل اللي مطلوب من الناس اللي تقدر تساعده طبيا ان هو بس نشخص حالته مظبوط بناء عليه، يشرب اللبن المناسب وياخد علاجه المناسب في حاله. والله احنا بنتمنى صوتنا يوصل، وكل اللي يقدر على الخير ما يتاخرش يعني. لازم على طول جلستين بالليل على الاقل يعني. اه بقى على طول بقى عشان هي النبض بتاعت الاكسجين. اه جايبين له جهاز لان هو برضه في حاجه في صوته دي مأثره على الغدد، او هي الغدد مسببه له كده. عشان كان تعب فجاه كده، موضوع النفس والحاجات دي حجز برضه 5 ايام. لا التامين الصحي اتحجز كتير صراحه، وبرضه ما فيش التشخيص المظبوط يعني في المستشفيات العام او في التامين الصحي. نتمنى يكون التشخيص وصل، لو في حد يعرف دكتور. يا ريت والله يعني، اتمنى ان الله يعني حد. اكيد في حالات زي كده اكيد يعني، مش دي حاله فريده اكيد. الله المستعان، ربنا يوفق الجميع يا رب.
متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم تابعتوا معانا باختصار شديد بالنسبه للي لسه داخل اللايف جديد، احنا بنتكلم عن حاله طفل محمد عنده 9 شهور، نقدر نقول عنده توقف في النمو من عمر 4 شهور، يعني بقاله 5 شهور لحد دلوقتي ما فيش زياده في النمو. طبعا عملوا تحاليل وكشفوا كتير، لحد دلوقتي مش متوصلين لحاجه، مش عارفين المشكله فين، المشكله في اللبن ولا هو عنده مشكله فين بالظبط، لان طبعا الوزن الطبيعي بالنسبه له في العمر ده المفروض من 7 وشوية لحد 11 كيلو اقل حاجة 9 شهور، لكن هو طبعا من 5 ل 5.5 طبعا قليل جدا. فنتمنى لو حد يعرف اي دكتور مختص في بالنسبة للتغذية للاطفال او بالنسبة لمراحل النمو للاطفال، يعني يا ريت مثلا يبعت رقمه او يسيب رقمه ونوصله باهله، لانه فعلا حالته كده صعبة جدا، يعني جسمه قليل جدا. حضراتكم لو حد شافه هيديله عمر شهر او شهرين بالكتير. فنتمنى طبعا يكون التشخيص وصل والصوت يوصل، لو في اي حد يعرف دكتور كويس طبعا يتواصل معنا. تابعي جريدة وموقع اهل مصر في كل مكان. الى هنا قد وصلنا الى نهاية اللايف والبث المباشر من هنا من محافظة الفيوم، شكرا والسلام عليكم.